شهدت عدة محافظات أمطار غزيرة والرعدية وهطلت الأمطار بغزارة رغم انتهاء فصل الشتاء والبدء في موسم الربيع. وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عدد من التحذيرات الهامة للمواطنين تزامنا مع الأمطار الرعدية التي تشهدها أغلب أنحاء المحافظات. نشدت هيئة الأرصاد المواطنين تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية وعدم ملامسة أعمدة الإنارة. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر. بتنضم لنا على الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار، في البداية برحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير. مساء الخير على حضرتك أستاذة ندى، وكل سنة وحضرتك بخير يا رب وكل المشاهدين بخير. في الحقيقة الجو ما كانش مستقر في الأيام اللي فاتت، يعني شفنا الجو تراب، الناس كانت بتدعي الدنيا تمطر، بعد الفطار مباشرة رعد وبرق في مختلف محافظات الجمهورية. توقعات حضرتك لحالة الطقس في الأيام المقبلة؟ بالفعل خلينا نقول إن الفترة دي هي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة بين ارتفاع وانخفاض. يمكن دايما بنقول إن احنا بنشوف الفصول الأربعة في اليوم الواحد في فصل الربيع، خاصة النصف الأول من فصل الربيع. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منتصف الأسبوع إن هيكون في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ مساء الجمعة، مساء أمس، بسبب وجود امتداد منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، وأيضا منخفض البحر الأحمر عامله على حالة من التقلبات الجوية. وبالفعل خلال فترة المساء وخلال ساعات الليل كان في امطار متفاوته الشده ورعديه في اغلب محافظات شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. امتدت الامطار كمان خلال فترات الليل لمدن القناه وسيناء. الامطار استمرت حتى الساعات الاولى من الصباح على اغلب الانحاء، امطار متوسطه الى غزيره ورعديه. متوقع كمان مع حركه المنخفض الجوي خلال الساعات القادمه ان فرص الامطار للمناطق الغربيه تبدا تتحسن، لكن هتستمر فرص الامطار اكثر في المناطق الشرقيه، يعني مدن القناة، شرق القاهرة الكبرى، سيناء، السواحل الشمالية الشرقية، المحافظات الموجودة في شمال الصعيد لسه فيها فرص سقوط الأمطار حتى فترة المساء إن شاء الله. مع تقدم ساعات المساء ودخول فترات الليل نبدأ نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية، لكن التحسن الكبير هيكون من غدا الأحد إن شاء الله. تبدأ فرص الأمطار تتلاشى من على المناطق الداخلية وتقل تماما في المناطق الشمالية، وتكون أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطار خفيفة المتوسطة على بعض المناطق من السواحل. وهتستمر لقد ايه يا دكتور منار؟ هي الامطار غدا ان شاء الله يعني هتكون امطار غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن احنا بنقول مع فتره المساء ان شاء الله ودخول فتره الليل اليوم تبدا فرص الامطار تقل من على اغلب المحافظات، لكن المناطق الشرقيه هي المستمره معانا خلال فتره المساء. المناطق الشرقيه مدن القناه، سينا، كمان نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه في سينا ممكن السيول يعني تتكون نتيجه سقوط الامطار الغزير في بعض المناطق من سينا. يمكن بالفعل في سيول تكونت على بعض الطرق المؤديه من والى سيناء. بالاضافه كمان ان احنا اليوم شهدنا انخفاض في درجات الحراره عن امس. بالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 29 درجه مئويه، اليوم سجلنا 22 درجه مئويه، ففي انخفاض في درجات الحراره على القاهره الكبرى واغلب محافظات الجمهوريه. وجود نشاط نسبي للرياح هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره، مثير للرمال والاتربه في جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، وبعض المناطق من محافظه البحر الاحمر. ان شاء الله من غدا الاحد يكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه، هيكون في نوع من الاستقرار لان هيحصل فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. زي ما قلنا كميات الامطار هتبقى قليله جدا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، مفيش فرص سقوط امطار في المناطق الداخليه، يعني جنوب الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، مش هيكون عليهم اي والجو اللي كان فيه تراب كتير دكتور منار دي، هل زي ما بيتقال النوه دي او المشكله بتاعت الاتربه دي او الرياح المحمله بالاتربه دي انتهت نقدر نقول؟ هي انتهت يمكن اليوم خلال الايام القادمه، لكن وارد تتكرر في الاسابيع القادمه، لان احنا في الفتره دي هي فتره التقلبات الجويه ونشاط المنخفضات الخمسينيه اللي بيكون معها اتربه ورمال مسار. احنا في فصل الربيع معروف دايما بالمنخفضات اللي بتتكون على الصحراء ويكون في اتربه ورمال مسار، لكن ان شاء الله لنهايه الاسبوع مش هيكون في اي اتربه ورمال مسار، هيكون في تحسن واستقرار في الاحوال الجويه. حتى كمان درجات الحراره مش هترتفع بالشكل الكبير، هتكون حول المعدلات ما بين 22 23 درجه مئوية فقط. يوم الثلاثاء تكون 25 درجة مئوية، فتعتبر درجات الحرارة إن شاء الله على مدار الأيام القادمة حول المعدلات وأجواء ربيعية خلال فترة النهار. نحذر كمان من الشبورة المائية غدا فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لأن احنا توفرت الرطوبة بعد سقوط الأمطار اليوم وأمس،
فممكن فرص تكون الشبورة المائية غدا يكون بشكل كبير على الطرق، فناخد بالنا من القيادة على أغلب الطرق. كمان اليوم لنهاية اليوم لازم أثناء سقوط الأمطار في المناطق المتفرقة لازم نبتعد عن أعمدة الإنارة، أفشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة، تكون القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء سقوط الأمطار، ونبتعد تماما عن تجمعات الأمطار اللي بتبقى موجودة في الشوارع. طبعا احنا في تنسيق كامل بيننا وبين غرف الأزمات في كافة المحافظات، في متنبئ متخصص لكل محافظة بيتابع معاها كميات الأمطار والسحب الموجودة فين بخرائط الأمطار الموجودة عشان يتم سحب كميات الأمطار بشكل سريع من كافة المحافظات. طيب هل في نصايح تانية دكتورة منار نقدر نقولها للسادة المشاهدين غير العدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية تحت الأشجار؟ نصايح مثلا متعلقة بالهدوم، يعني خلاص احنا كده نقدر نقول انه فصل الشتاء انتهى تماما واحنا دخلنا فصل الربيع، مش التقلبات الجوية مش هتكون مصحوبة ببرودة، فممكن يعني زي ما بيتقال كده او اللي دارج الناس تخفف تلبس تقيل كده عشان نتوخى حتى الإصابات بنزلات البرد؟ بالفعل السؤال ده مهم جدا في الفترة دي، لأن الفترة دي هنلاقي اختلاف بين فترة النهار وفترة الليل. فترات النهار هنحس بالدفء والاستقرار، فممكن نخفف الملابس معه ونرتدي الملابس الخريفية، لكن فترات الليل لسه الأجواء هتظل فيها أجواء باردة، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، وإحنا في شهر رمضان بنحب نخرج بعد الفطار في صلاة التراويح أو لحد السحور، فمهم جدا الأوقات دي نحافظ فيها على الملابس الشتوية، بلاش نغير نوعية الملابس، بلاش ملابس صيفية دلوقتي خالص، لسه مع انتهاء شهر 4 ممكن نبدأ نرتدي الملابس الصيفية، لكن مش دلوقتي خالص، بلاش تخفيف ملابس خاصة فترات الليل. أثناء فترات النهار نتجنب أشعة الشمس بقدر الإمكان عشان ما تزودش إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة أثناء فترة الصيام. فترات السحور نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل. أنا بشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك.